شكرا سيد الرئيس، السادة الولاة والعمال، السادة والسيدات النواب والحضور الكريم. أولا تشرف بحضوري معكم في هذه المناقشة باعتبارها أول مشاركة بحضوركم سيد الوزير. كما أود أن أعبر لكم عن امتناننا وافتخارنا بالعمل والمجهودات التي تقومون بها من أجل حماية استقرار بلادنا في ظل ما يشهده العالم من اختلالات. سيد الوزير، أظن أن إخواني النواب تحدثوا بما فيه الكفاية بشكل عام، لهذا أود أن أنتقل إلى الحديث بشكل خاص وأستحضر هنا إقليم دريوش نموذجا باعتباره من الأقاليم النائية والمهمشة. أول نقطة هي أنه لا بد من تحسين أداء مجالس الجهات فيما يخص تدبير الميزانيات من أجل تنزيل محكم للعدالة المجالية والاجتماعية. سيد الوزير، نعلم جيدا أن الجماعات الترابية مطالبة بالرفع من نجاعة الاستثمارات واستبعاد المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضارية والإنارة العمومية، لكن لا يمكن مثلا مقارنة الجماعة الترابية بوجدة بالجماعة الترابية بالدريوش، لأن هناك فرق شاسع في البنية التحتية، لهذا لا بد من خلق توازن بين الجماعات. نقطة ثالثة هي في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، أخبركم سيد الوزير أن إقليم دريوش يتوفر على شريط ساحلي يمتد على مسافة تقارب 70 كيلومترا، إذا لابد من العمل على توجيه الاستثمار واستغلال هذا الشارع منه الساكنة، ولا بد من فتح ملف وثائق التعمير الموقوفة هناك. نقطة أخيرة ومهمة واستعجالية سيد الوزير، هذه النقطة يمكن إدراجها في إطار تقريب الإدارة من المواطن. كيف يعقل سيد الوزير أن 23 جماعة داخل إقليم دريوش لا تتوفر على مصلحة أمنية أو إدارة أمنية، حيث لازلنا ولازالت عائلاتنا تسافر إلى إقليم يبعد ب70 كيلومترا من أجل البطائق الوطنية الإلكترونية. وأخيرا سيد الوزير، لابد من توجيه الدعم الكامل لهذا الإقليم الذي يعتبر نموذجا واضحا من أجل الحد من التحولات الديموغرافية الرهيبة التي يشهدها هذا الإقليم، لأن نسبة كبيرة من الشباب تلجأ إلى ركوب قوارب الموت تجاه مستقبل